مالك اللي تاوي يا رجال يا باسم رتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بكم بقرات سعد خيال صغير. انا مستجد للمربط مع جو صباحي جميل. انتظرونا في عريات المربط. جميل صباح جميل وبرد. الجو رايق لهم وانتم رايقين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا 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 بالتالي يلا سعد اخوك جهزوا فرسكم. يلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. حالك سعيد؟ ديناري في العلوم شو الاخبار؟ خلاص بدا يقلب ها يلا. انا اليوم ودي اركب البرادج الصفر والسوداء. خلى البرادج مو الحين البرادج يبغى له وقت لفه وكذا. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. تسب الحنان. خلك رايق. تم انتقال قمرة في هذه الغرفة. شاء الله يا قمرة ما شاء الله. الله سهل عليك إن شاء الله. الله يسهل عليك. بابا هذه ايوه ليه هنا؟ خلاص عشان الغرفه دي اوسع لها فالولاده تيجي ممتازه. ايش متساعد اخوك؟ انا عشان. ها؟ انا عشان. امسك لي هذه معك. طيب انت عبيط الله يهديك. اجيك؟ لا طبعا تشوف ايش تدعس عليه. انتبه. خلها تجي هنا. يلا بس يلا. سويتها؟ لا غلط ما تخلت. ها؟ ما تخلت في قبل شيء. الا يلا طيب خلاص روح. وش بكاله؟ شيل ناصيتها فوق. ها انا قفل. ها انا اللي ماركب. تركب انا. الشخص هذا الكسول غير متعاون معنا. الشخص الكسول غير متعاون معنا. لا والله ذي له ما هي لنا. الا موجوده تلقاها. بس عشان ضبطت فوق بعض حاطينها. طيب وخ انت ذا اللي من الفيران قصدك؟ ايوه سبحان الله. ادخل في فار. طيب حتى لو في فار ولدي. حتى وان كان في فار ما في مشكله. الحمد لله. حتى انها ما هي ذي شكلها. هذه يلا كوب في الكبير.
هلا انت وش بك؟ سرعه هيا هيا، واحد اثنين ثلاثه، نقزه كفو يا بتاع. يا خلاص روح معاه البدو. يلا هيا قبل الركوب. واش بك؟ خايف. لك ما يخاف هذا ذيب ذا. أنا عارف يا ولدنا. ها؟ انا عارف انك كافو تشقر على الامور، بس يلا يلا دخل البدوك وقفل الباب وخلك هنا انت ساعد. هيا انت خليك يومينها. ها؟ ما انت يا من جيت فتح تطلق كذا. قفل الباب. يلا يا ولد يلا خذ لك لفة كاملة على البدوك. لف يمين. لخبط. يمين. لا. ايوه. يلا لف زيادة. اسحب عنانك على برا. ايش لفت هي كيف؟ لا 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 كذا لا. يلا لف طيب زيادة يسار هذا على برا، عنان على برا كذا. صابر عنانك على برا. ايش تبغى اسوي لك؟ أزبط لك الأنان؟ أربط لك. يلا هيا أمسك كذا عينين مع بعضها. أمسكها من هنا أنت. خلاص فك يدك اليمين. هذه فكها. إيه. أمسك ذا. هذا. أمسك الاثنين. أيوه. روح اسحبها. ها؟ اسحب. ايوه اسحب. يلا خلاص اسمع، ابيك توزن عنان. ايوه بالشكل ذا. انظر في عنانك كذا، لهم مرتخي ولا مشدود مره على الفرس. اذا قلت لك لف يمين اسحب هذا كذا على برا. طيب انا شدت انا بقوه يعني اقدر. طيب يلا ما يلا خلاص روح يمين. يمين ايوه هاي. يلا خلاص كمل. يلا كمل المسار. يلا استلم الطار الخيال الصغير. يلا حم فرسك. مسار خبب كنتر. يلا ثلاث مراحل. سرعة. يلا كل وحدة لفة. هيا ما شاء الله على سعد كيف. انا ما ابغى اسرع. بس ايش رايك تروح تدخلك حلام في المربط هنا؟ هناك عشان بالروشه بنمسك الروشه. ايش رايك؟ يلا خلاص ننتقل. احسنت على الوزن ذي. بس هذا
باب مفتوح وانا راكب راح على خشمي صح؟ اي خابره بس عادي ابوي انا مقفل الباب وعندك هنا والفرس مره ممتازه ما تقول شيء بس انت تتجود. احسنت احسنت. والله انت واخذ ولا انا عادي. احسنت طب انا عشان قاعد اصور يا ولد. ثلاث لفات هذه. كمل. كمل خذ البدوك كامل لا تقصه. كمل كمل ليش توقف؟ توقف بدون انت ما تعطيها امر هذا غلط. حتى لو كنت تعبان ما تخليها توقف اذا هي من كيفها. لا عادي كذا كع كع يدك خفيفة. ما بشوف يلا كذا تعلم على التوازن. أحسنت. شوف الديور ترى بدون ما تنزل هيا. أحسنت أحسنت. قاعد ألف في يد واحدة. داور داور داور. أيوة شوف خليك خط للمشي. اعتمد على رجولك اكثر. ها يلا روح اجيبك حلان. ايش اسمه؟ طبطة. انا ولد ابوي. لا انت بس اطرده خليه خشل الصبر. متى تنتقل لمرحلة ال كنتا. ايوه الحين. يلا كفو عليك. هاي هاي شو لازم امسخ الشفاف عادي يتحلقني. عادي خذ خذ من اخوك. يلا يلا بوك. يلا اللي انت امسك المسار. يلا هاي يلا روح روح. احسنت. يلا ايوه وزن عنانك على فوق. هيا اقف 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 وقف صح. يا كذا كذا هذه تعلمك تعلمك وتخليك تعتمد على رجلك في التوازن. يلا يلا وقف بسرعة. طيب هاي كمل كمل كمل. وسع له الدائرة. روح روح سند. تحس انك من الطيطة الحين. كنتر يلا كنتر يلا كنتر وبدنا نوقف. هيا اشوف انا
لا لو كنت ساحب الجام ما فكيت الجام تبي تزبط امورك. يلا سرعة. احسنت احسنت. يلا وسع اللف وسع اللف تمشي معك. وسع ايوه. حلو. يلا يلا تعلم. وسع لها اللفة يا ابوي تزبط معك. بابا بابا هروح عندك اضرب اود عندك اضرب و ازرق اصفر وكثيرة اصفر واشبك. ها وش بتسوي انت؟ يلا اتحداك. يلا اتحداك. قال ابغى ساعد يتشقلب هو على خير. يلا طيب بس رجلك لا تجيب العنان. يلا خلاص نزل العنان يا رجال. روح امسكها فرس اخوك. لا لا روح امسكها عندك عشان هي ما تمشي. انا بصور. انا 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 لازم تساعدنا. انا انا الله يديك انت لازم تساعدنا. هنا هنا ساعد هنا هنا عشان الرمله قويه. ايوه هنا بس ما عليك حتى لو روحت الفرس عادي. لما تحج عشان مقفل فك عنام ما عليك روح. لا لا تخاف. واحد اثنين ثلاثة. يا رجال ما اعرف. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين اهم شيء بس لا تعور نفسك اذا ما تقدر. ثلاثة. لا شيخ. بالنسبة للي يتكلمون عن الشكايم هذه شكيمة اتش تمام وتمشي مع الكثير. الشكيمة العادية الحبشية العادية هذه هي واضحة. الشكيمة البلهمة العربية هذه تشوفون وضحت لكم ولا نطلع لك كذا بشكل أوضح. تركب كذا طبعا مو هي حد يركب فيها. بابا انت بني ابغاها برضه. هاي من الشكايم البارد. هاي شكيمتش. هنا عندك برضه شكيمتش. هذه شكيمة عادية وهذا عنان سباق. هذه عنة سباق تشوفونها. هذه شكيمة حبشية ثلاث حلقات يعني ممكن تنفع معك في الحلقة دي ممكن تنفع معك في الحلقة دي أو دي. هذه برضو مثلها أو ما تسمى مشطوفة. دي مشطوفة. هذه الشكايم أنواع وأشكال. هذه مصرية خلفية. دي مصرية. أنواع أشكال الشكايم. بالنسبة للعنان ترى العنان اللي يعجبك تحط جلد تحط اللهم صل محمد حبل طويل تحط أي حاجة تمشي معك ما عندك إشكالية. إيه هلا. لا لا روح لا على الفرس روح جيبه. كيف؟ جيبه هنا ردهن لين ادخل المربط. عجل ورني من ايش؟ من الخشب.
من خشب البدوك ها؟ طب انت ما تشوف انها بتفتح مع جنب الخشب ولا ايش؟ لا انا موقفها. الحين بنحسك حلا. عفوا ديناري. الحس يكون بالطريقة ذي. ما هو عكس الشعر لا. مع الشعر. لا لا هذا هذا مشط يا ابوي، احنا ما نبغى مشط، احنا نبغى وش؟ نحس الشعر حس عشان الشعر الميت يطلع. بابا واصلا هو مغير مغير لونه عشان كذا. بابا انا اللي بسوي تكفى تكفى. ها؟ انا اللي بسوي. وش تكفى؟ كذا غادي. طيب طيب بس اصبر. ورني ورني المحس اللي معك طلع في شيء؟ لا ما شاء الله عليك احسنت بس شوي اي يقول خلاص بيغير ما شاء الله تبارك الرحمن شعر ميت كثير كثير الشعر ميت نبغى نفك التطوير هذا زمان مطول شوي والله بس خلاص نفكه نظبط اموره ترويش اليوم حسيناه كامل وجايينكم جايينكم 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 بالتكمله كافو كافو يا بتال منين طلعت؟ منين طلعت؟ يلا يلا ارجع هيا بتال لا لا ما انزل بتال كافو يلا ارجع ارجع انت انت كافو انت ها تركب؟ تركب ايش؟ تركب الشيول يلا خلاص المرة الثانية ابشر هيا يلا كافو كافو عليك كافو عليك يلا 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 اسرح اسرح ما شاء الله ما شاء الله هلا 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 والله ما في شيء يا جماعة الخير بس يلا ما هيا هيا حتى حتى الحمام يلا 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 ما شاء الله هذا عاد انا ما ظفرته قبل هذا يوم سويته شوف التجعيده ما شاء الله تبارك الله شيء انت لا شغل ولا مشغل بس تكشخ في النظارات وتسرج على الجدران وتركها ايوه ان شاء الله تبارك الرحمن فرق فرق كثير اللون الروشه الحين هذا في قشره و بالرمش. طب بس لا اسقلك يلا خلي يساعدك طبعا يسكنك حلانه بالروش اسمع شوي شوي الحين الحين بس تعال 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 حط يلا اعوذ بالله لا تجي قدامي يا بنت يلا حط حط شامبو شامبو هنا يلا يلا
أعطيت فيري. فيري ليه؟ في سيارة تلمعها؟ يلا يلا زبط امورك بجيك بالفيري الثاني. هيا جيب الفيري الثاني. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا ما شاء الله كحلة. هذا خليفة السوبر ان شاء الله. يلا لا لف لف الشعر مع بعض كيف كذا، قربي قربي بدك كله يعني زي كذا، شفت؟ يلا حط لك البلسم، ضبط الامور. اليوم النظافة على الوجه المطلوب، نسوي لها كذا برضه. لا خنزيدك خنزيدك يا تعالك حلان. لا خلاص خلاص تروشوا وانتهوا. تعال هو راح يدخل الحين وانا بصور هنا. والى هنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك وجرس التنبيه عشان نوصل لكم كل شيء جديد، نراكم في فلوق اخر ان شاء الله.